صلواتنا فاض مدى، صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله. أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمير الخير. النهاردة أول ليلة من أيام العتق من النار، أول ليلة هتعتق رقبتنا من النار إن شاء الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب. وفي الحقيقة أنا سعيدة جدا 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 بكل اللي بيتابعونا في أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الأيام دي أطفال كتيرة بعتت لي، وأبهاتهم وأمهاتهم بعتت لي فيديوهات ليهم حلوة جدا جدا، اتعلموا فيها الصلاة من أول ما ابتدينا الكلام عن الصلاة، وتعلموا فيها إزاي يحكوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم زاد في قلوبهم. من أحلى الفيديوهات وأول الفيديوهات اللي بعتت لي على الصفحة طفل اتعلم الفتحة وكل هو الله أحد، وبعت لي الرسالة دي مخصوص. وعايزة أقول لكم أنا كنت سعيدة جدا جدا اللي إحنا عندنا جيل هيبتدي أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم بقى في قلبه. يعني دايما لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابننا نعلمه قول صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان ربنا أمرك تقول صلى الله عليه وسلم. لكن معرفش مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مين عيلته، عمل ايه سيدنا النبي لأمة الإسلام عشان يبقى في أمة إسلام. واحنا في أيام مع النبي اتكلمنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقربنا منه أكتر، وعرفنا الخير اللي عمله للأمة كلها، وازاي كانت عيلته رسخت جواه فكرة المحبة، وازاي يدي، وازاي يطعم طعام، وازاي يسقي ماء، وازاي يعمل حاجات عظيمة فيها خير عظيم للناس كلها. فلما لقيت طفل صغير بيكلمني وبعت لي فيديو اللي هو مبسوط قوي بسيرة سيدنا النبي، والأبهات، يعني أنا هعرض لكم في الأيام الجاية الأبهات والأمهات بعتت لي بصوا يعني ولادنا فرحانين ازاي بسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله انا اللي رزق ليا اللي انتوا تبقوا مبسوطين كده، ورزق ليا اللي انا كنت سبب ولو صغير قوي اللي ولادكم يسمعوا سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خليني اشوف معاكم الفيديو الجميل جدا جدا، وده اول فيديو اتبعت لي من اول طفل حافظ الفاتحة وكل هو الله احد. خلينا نشوف الفيديو. بنصور الفيديو ده اللي طنط عاملها عشان نحبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. فرحة كبيرة والله، وأسعدني جدا الفيديو ده. شايفين الطفل قاعد مبسوط اللي هو بيقول كل هو الله أحد، وشايفينه هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإحنا قبل كده قلنا يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم، ويعني إيه الصلاة. وفي جزء من الفيديو يمكن هو ما تعرضش، لكن هو بعد ما خلص قال الله أكبر. عارفين يعني إيه طفل يعظم ربنا في قلبه، طفل عارف يعني ايه المولى عز وجل. والله انا مبسوطه قوي 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 اللي احنا كنا سبب ولو صغير قوي اللي في طفل صغير قرب لربنا عز وجل، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في قلبه. يا رب يا رب اشوف امه الاسلام كلها وجيل جديد جيل ورا جيل بيطلع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعظم ربنا في قلبه. احنا لسه مكملين في ايام مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت له حادثه شق صدره في بداية بني سعد زي ما قلنا المره اللي فاتت، السيده حليمه السعديه خافت عليه قوي،
فزوجها قال لها الحارس، قال لها انت لازم تاخديه لاهله، خافوا عليه يكون حصل له حاجه وهو في الباديه وهو في الصحراء. وبالفعل خدته وودته لامه السيده امنه بنت وهب. فالسيده امنه حست ان في حاجه. ليه؟ لان هما كانوا متمسكين بيه جدا. هو اول ما راح كان في بركه وخير وشافوا خير ورزق كبير قوي، فكانوا متمسكين بيه قوي مش عايزين يودوه عند بيت اهله. فاللي هي تجيبه ومره واحده ده كان شيء غريب. فألحت عليها السيده امنه وبالفعل قالت لها، فالسيده امنه قالت لها افتخوفتي عليه من الشيطان؟ انت خفتي عليه من الشيطان؟ قالت لها نعم. فلما قالت لها نعم، بصوا بقى السيده امنه الام قالت لها كلا والله انا ما صدقش ابدا، مال الشيطان عليه من سبيل، الشيطان ما يقدرش يخش القلب ابدا. اصل هي شافت انه طالع منها بيضيء كسور الشام صلى الله عليه وسلم لما ولدت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عارفه ان ابنها هيطلع ذو شأن، قالت لها هو هيطلع ذو شأن. وده درس بنتعلمه كل الامهات وكل الابهات، اللي انت ازاي تعلي من شأن ابنك. لو حد جه قال لك عليه حاجه، انت عارف ان انت مربيه على معيه ربنا عز وجل وحب النبي، منهج ماشي بيه. لا والله انا ما صدقش على ابني كده، ابني هيطلع ذو شأن. خليني اقول لكم حاجه في الموضوع ده، في علماء كتير قوي زي اينشتاين وغيره كانوا مش شاطرين في المدرسه قوي، او مش بيتعلموا العلوم الطبيعيه، كانوا عباقره بس ما حدش يعرف. وده حاجه احنا بنتعلمها، لما ابنك حد يقول لك هو مش هينفع في حاجه او هو الحاجه دي ضعيف فيها، انت ممكن تعلي من شان ابنك، ممكن تربيه وتعلمه، تجيب كتاب وتفتحه وتقول له تعلم. اينشتاين امه عملت كده، جابت له الكتب وعلمته في البيت. كانوا بيقولوا ده نسبه الذكاء عنده مش عاليه، وبقى عبقري وعنده اختراعات. ليه؟ امه امنت بيه، امنت بموهبته، عرفت اللي هو هيبقى ليه شان، فطلع فعلا ليه شان. اوعى تتفه من ابنك او بنتك، والله مفيش حد هيبقى سند ليهم في الدنيا قدك انت وامهم. عشان كده لازم تامنوا بموهبه ابنكم او بنتكم. ده اللي عملته السيده امنه بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لها ابني ذو شان. تخيلوا لما طفل صغير يقول ده ذو شان، يعني ده هيبقى ليه شان. سمع الكلمه دي ومش اول مره يسمعها، ده سمعها وهيسمعها تاني من جده عبد المطلب، وهنحكي دلوقتي. عيله بتعرف تربي جيل قائد. خدته السيدة آمنة بنت وهب وتربى معاها لغاية سن 6 سنين. عند سن 6 سنين خدته معاها يزور أخواله في المدينة. هي كانت في مكة وخدته يزور أخواله في المدينة. خلينا نفتكر مع بعض أخوال اللي هم مين؟ بني عبد النجار، بني النجار. لما راح عبد الله أبو النبي عندهم عشان يصل رحمه ومات عندهم، مات عندهم عند خلانه. كان الدرس الأول في صلة الرحم. الدرس التاني في صلة الرحم اللي احنا بنتعلمه في السيرة، صلة رحم تانية. الأم عملت حاجتين في صلة الرحم. أول حاجة عملتها ودته لأخواله، أنت لازم تعرف أهلك في المدينة، ما ينفعش اللي أنت تبقى في مكة وهم في المدينة. وعلى فكرة هي مسافة ما بين مكة والمدينة، احنا نمشي لهم ونروح لهم عشان تعرف اهلك. اول بر عملته. تاني بر عملته، انت لازم تزور قبر ابوك. ابوه مات، ما هو بيبره وهو في قبره. الام اللي بتربي. طب هي خدته لاخواله ليه؟ ما هي الام عندها مبدا صله الرحم. وده درس بنتعلمه كلنا من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي ربنا هيأ له النشأة اللي هو يطلع في عيلة بالشكل ده. أم قالت له أنت لازم تروح تشوف قرايبك في المدينة، مش في نفس البلد ده راحت ومشيت وسافرت لبلد تانية عشان تعرفوا عليه. دلوقتي الأم بتبقى مش عايزة، طبعا مع احترامي لكل الأمهات، بس في نماذج لأمهات ما بتحبش تعرف أولادها على أهل أبوهم، أو الأب مش عايز يقرب الأولاد من أهل أمهم.
ازاي وصلة الرحم ده مبدأ راسخ في الإسلام. ده الرحمن عز وجل اشتق الرحم من اسمه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل كان بيقول في حديث قدسي الرحمة اشتقها من اسمه الرحم. يعني ايه صلة رحم؟ صلة يعني وصلة، يعني في اللغة يعني اتصال، يعني هدية، يعني إحسان. والإحسان ده من أكتر الحاجات الحلوة اللي ممكن تعملها في الدنيا. والرحم هو المكان اللي بيستقر فيه الجنين في بطن الأم. يعني أنا بأصل أكتر مكان أمان في الدنيا. ما هو أمانك أهلك، أمانك الناس اللي بيخافوا عليك، عشان كده ودته لأهله في المدينة. بصوا الحكمة سبحان الله، هي ودته لأهله في المدينة، دخل المدينة صلى الله عليه وسلم يتيما ورجع لها تاني فاتح. رسالته ابتدت من المدينة فاتح صلى الله عليه وسلم. طيب خدته ودته لأهله بني عبد النجار في المدينة، وبعدها زورهم وعرفهم كويس ورجعوا. وهم في الطريق هم كانوا ثلاثة، السيدة أمينة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي، وكانت جارية ليهم اسمها أم أيمن، والمناسبة هي كان اسمها بركة بس ابنها كان اسمه أيمن فبيقول لها أم أيمن. فالسيدة أمينة تعبت في الطريق في حتة اسمها الأبواء، تعبت. طب هيعملوا ايه هم لوحدهم في الصحراء؟ تعبت وقعدت شوية وماتت السيدة أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السيدة أمينة بعد ما ودته لأهله وخلته عمل صلة رحم ماتت. ماتت، وكان تاني مشهد في نفس بالتزامن مع مشهد اللي هو شاف قبر أبوه. يعني النبي شاف حاجتين في وقت قريب قوي من أصعب الحاجات اللي يشوفها طفل في حياته، قبر أبوه وأمه اتدفنت قدامه، قبر أمه صلى الله عليه وسلم. أم أيمن حفرت، كانش معاهم حد في الصحراء، حفرت ودفنت السيدة أمينة. سيدنا النبي كان بص لقبر السيدة أمينة، طفل مش مستوعب مرتين يشوف قبر أبوه قبر أمه. طب إيه الحكمة اللي ربنا عز وجل يوريه قبر أمه وقبليها قبر أبوه؟ ربنا عز وجل بيعلم سيدنا النبي وبيعلمنا إن ربنا عز وجل القادر سبحانه وتعالى، وهو الوحيد الولي، ولي الذين آمنوا. يعني أبوك وأمك ماتوا وأنا وليك سبحانه وتعالى. بيعرفوا للدنيا آخرها ده، آخرها موت. فكان درس لسيدنا النبي ودرس لينا، اللي احنا نعرف اللي مهما عملنا في الدنيا ومهما وصلنا في الدنيا في الآخر احنا راجعين للمولى عز وجل. فاللي عايز يظلم، اللي عايز يتجبر، اللي عايز ياكل حقوق ناس، اللي عاوز يعمل أي حاجة في الدنيا، يفتكر إن القبر هو المثوى الأخير لأي بني آدم. وكان ده الدرس لموت السيدة آمنة قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه عبد الله. رجع وأم أيمن خدته في إيديها وخبطت على باب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب فتح الباب، فين آمنة؟ آمنة ماتت في الأبواء. طيب عمل إيه جد النبي لما سمع الخبر ده؟ حزن جدا، وبحنان الجد حضن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخده في حضنه قوي، كان بيحبه قوي قوي، كان بيحبه حب شديد، وكفله عبد المطلب جد النبي. كان لما ياكل حاجه يقول للناس ائتوني بابني، هاتولي ابني، كان بيسميه ابني، ما يقدرش ياكل من غيره في اي مكان معاه. ومن شدة حب جد النبي صلى الله عليه وسلم للنبي، وده مكتوب في كتب السيرة، جد النبي عبد المطلب كان سيد قومه، كان بيعملوا له كده فرش عند الكعبة في ظل الكعبة، محدش يقدر يجي جنب الفرش ده حتى ولاده. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي عند الحتة اللي فيها الفرش ويقعد، فأعمامه كانوا يحاولوا يبعدوه شوية عن الفرش ده، فهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يقعد عليه. ف
فيجي جد النبي ويشوفهم بيعملوا كده، يقول لهم دعوا ابني، خلوا ابني، دعوا ابني يجلس. بص الحنيه، الحنان، اي اب وام لازم يبقوا حنينين مع اولادهم، اديهم العطف واديهم المحبه عشان يطلعوا يحبوا نفسهم ويحبوا الدنيا كلها ويحنوا على الدنيا كلها. ما انت لما تدي ابنك حنان وعطف زي ده هو هيبقى بر بيك. ما هو اصل البر دي دايره، انت هتحن عليه النهارده وهو بكره هيحن عليك. بص جد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل معاه ايه؟ كان يقعده في المكان ده جنبه اللي محدش يقدر يجي جنبه غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلسه جنبه ويمسح على ظهره بايديه، واول ما يضحك سيدنا النبي هو يبتسم عشان هو مبسوط صلى الله عليه وسلم. فاحنا كده عرفنا اللي كان فيه صله رحم وكان فيه حنيه. وفي بس كلمه عايزه اقولها لاي اب وام، هقولها لكم تاني. البر دايره، يعني انت لما ما تبقاش بر بامك وابوك ابنك بيشوف ده، فهو كمان ما بيطلعش بر بيك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امه ماتت وابوه مات، بس جده كان حنين عليه قوي، وعمه بعد كده زي ما احنا هنقول دلوقتي كان حنين عليه قوي، وهو كان حنين على الدنيا كلها. ما اصل البر والحنان ده بيورث. انا عارف يعني ايه معنى العطف، فلما يجي حد قدامي، لا والله ده انا كان الدنيا كلها بتطبطب عليا، ابويا كان بيبرني. ما هو البر مش اللي ابنك يبرك بس، انت كمان تبر ابنك، تعامله معاملة حسنة، تعلي من شأنه، تعرفه الحلال والحرام، تعرفه الطريق والمنهج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجه نور احنا ماشيين عليه. فبروا اولادكم وبروا قرايبكم علشان الدايره لما تدور عليكم وانتم كبار يبروكم. جد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده 8 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 8 سنين. مين اللي كفله؟ ابو طالب. ابو طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ابو طالب هو اللي كفل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصل ابو طالب كان اخو عبد الله ابو النبي من ام واحده. ما احنا قلنا ان عبد المطلب جاب 10 اولاد وست بنات من كذا ام، فكان اخوه شقيقه اللي هو من نفس الام كان ابو طالب، فهو اللي تكفل بيه. كان امهم اسمها ايه؟ ام ابو طالب وعبد الله فاطمه بنت عمرو ابن عائض. كان اسمها فاطمه على اسم بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وابو طالب كان برضه بيحب حب شديد قوي، وكان بينيمه جنبه لدرجه كان يعني ما كانش بيخلي عياله يناموا جنبه، لا ده سيدنا النبي اللي كان بينام جنبه، ولما يخرج يخرج معاه. ومن اكتر الحاجات اللي فيها محبه، ابو طالب لما كان يجيب اكل كان اولاده يتلموا حوالين الاكل، وسيدنا النبي يكون لسه ما جاش. فلما يجي سيدنا النبي صلى الله لسه ما جاش، فلما يجي يقول لهم لا استنوا استنوا اخاكم، فيقولوا ليه؟ يقول لهم لا كما انتم حتى يحضر محمد، محدش فيكم يتحرك ولا ياكل غير لما يجي ابني محمد صلى الله عليه وسلم. اتقال له ابني من جده عبد المطلب، اتقال له ابني من ابو طالب. شاف حنية الدنيا فيهم، العوض ربنا عز وجل بيعوض سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل يعني أن يكبر كسركم جميعا ويعوضكم عن أي شيء شفته في الدنيا وحش. ومن أكتر الحاجات الحلوة في الدنيا هو الخير، الخير اللي بيجي على هيئة عوض، ناس حلوة، ناس بتجبر خاطر، ناس بتخبط على بابك وتعرف اللي أنت محتاج لحاجة فبتديها لك، أهل الخير. عشان كده هسيبكم فاصل مع أهل الخير وهرجع لكم تاني مع فقرة الخير. صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله. شهر رمضان يا حبايبي بيجي مرة واحدة في السنة، لكن تقدر حضرتك تعمل شهر رمضان ده بثواب 100 شهر في السنة الواحدة، لما تطعم حضرتك أو تفطر 100 صايم معاك. ربنا عجل علمنا ده، إنك لما بتفطر صايم بتاخد مثل
أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. مدوا إيديكم بالخير يا إخواننا الإفطار الصائمين علشان نقول لكل محتاج والكل فقير إحنا معاك. ثوابك مش بس بصلاتك. ثوابكم مش بس بصيام. إفطار صائم بتكمل صيام. إفطار صائم فرصة ما تضيعهاش. إفطار صائم بتفرح ناس كتير. رمضان شهر الخير. بمبلغ بسيط تقدر تساعد أسرة محتاجة. مدلهم إيدك بالخير. رمضان فرصة ما تتعوضش.